انا اللي بغيت نقول لكم كلاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي، راه المؤهلات الفرديه ديالكم والمؤهلات الجماعيه ديالكم كتسمح لكم تكونوا اقوى ان شاء الله في الملعب امام مشابه القبائل. وخصكم تعرفوا بان المغرب كله كيتسناكم، سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. الثقه ديالنا كبيره فيكم، تيكون نتوما في نفوسكم. حاولوا ما امكن تشتغلوا بواحد العقليه ديال عقليه المنتصر، حاولوا تشتغلوا ايضا بواحد العقليه ديال ان فريق الرجاء الرياضي من كبار القاره الافريقيه، وان شاء الله غادي نتوجوا باللقب الافريقي اليوم. الله يعاونكم. وبالنسبه للكلمه اللي غنبغي نوجه للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، هما كاملين صحابي، كنقول لهم الله يكمل عليكم بالخير ان شاء الله. ولا جبتوا لينا الكاس راه غادي يمحي لنا بزاف ديال الحوايج، واخا كاين تعثرات، واخا كاين اخطاء ارتكبناها، كنقول ان شاء الله لا جاها غير هذا الكاس يجي غنمسحوا به بزاف ديال الحوايج غاضب عليهم الجمهور. كنقول لهم خليونا فرحانين معكم، وخليونا نشجعوا الفرقه اللي كبرنا معاها ودايرينها دائما بين عينينا، خلينا نشوفوها دائما كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنعرفوا ان فريق الرجاء البيضاوي دائما يعني في المباريات الكبرى كيكون حاضر، دائما كيخلق المفاجاه. الوليدات ان شاء الله غادي يكونوا في المستوى الكبير ومربوحه ان شاء الله، وديما رجاء. وكنتمنوا ان شاء الله ان المورال يكون طالع والرجاء البيضاوي غادي يجيب الكاس ان شاء الله. انا اللي غنقول للاعبين هو انهم ينساو هذه المشاكل كلها اللي وقعت في الفترة ما بين المباراة ديال البرشيد والمباراة ديال شبيبة القبائل، هذه وحدة. الحاجة الثانية أنا كنتمنى من المسيرين أنهم يلعبوا بزاف على الجانب الذهني، وهذا أيضا موجه أيضا خطاب للمدرب، لأن اللاعبين ديال الرجاء كنعرفوهم في ظل أزمات اللي أكثر من هذه الأزمة ورجعوا بالتتويجات من خارج المغرب. فريق الرجاء اللي النقطة القوة ديالو أنه كيلعب خارج الملعب ديالو، خاصة في الأشغال الإفريقية كيلعب بقوة وحماس وكيفرح المغاربة. حنا كنتمناو أن الوداد يكون حتى هو حاضر في النهائي باش تكون الفرحة ديال المغاربة كاملين، ولكن اليوم كاين الممثل الوحيد اللي هو فريق الرجاء. نتمناو أننا نشوفوا الرجاء رجعت لنا بالكاس، نعاودوا نشوفوها في السوق إن شاء الله، وتكون الفرحة بهذا اللقب اللي تمسح كل هذه الأحزان اللي كانت. كنبغي نتوجه بالرساله ديالي لفريق الام الرجاء البيضاوي اللي غادي ينازل الفريق ديال شبيبة القبائل في المباراه النهائيه. كنبغي نوجه رساله للاعبين باش يتحلوا بالصبر ويتحلوا بالروح الرياضيه ويلعبوا كره قدم المعروفه على فريق الرجاء البيضاوي، خاصه ان الفريق يمثل المملكه المغربيه في هذه المنافسه هذه. كنتمنى لكم حظ موفق، وكنتمنى ان الامور تكون في الاجواء الرياضيه وتمثلوا المغرب احسن تمثيل، وخاصه ان الفريق يعني في المنافسات وفي المباريات المهمه كيكون قد المسؤوليه. وكنتمنى هذا الكاس يعني تكون في الخزينه ديال المملكه المغربيه وفي الخزينه ديال الفريق الرجاء البيضاوي. السلام عليكم، تحية رياضية لقناة شوف تي في وجميع المتتبعين ديالها. اليوم فكنساندوا مساندة لا مشروطة لفريق الرجاء البيضاوي والكتيبة ديالو إن شاء الله باش يحققوا لنا اللقب ديال الكاف إن شاء الله، ويفرحوا المملكة المغربية ملكا وشعبا. وتحية كبيرة يعني للجماهير الرجاوية ولجميع اللاعبين وكذلك إدارة، كنتمناو إن شاء الله تلعبوا عليها اليوم وتجيبوها وتفرحوا يعني الشعب المغربي وتفرحوا الجمهور الرجاوي وكاع الناس اللي كيحبوكم داخل وخارج المملكه المغربيه. مني لكم كل التحيه، ديما ديما رجاء. السلام عليكم خوتي جمهور الرجاوي، معكم باطمان رجاوي، تحياتي لكم. المهم هذا الميساج للاعبين، تقاتلوا وموتوا وسردوا التوني، غدا عندكم 90 دقيقة باش تجيبوا اللقب، حنا معاكم نجيبوا اللقب على ود الغالية، تقاتلوا وجيبوها، نلعبوا عليها ونجيبوها، والله ما تروحي، نجيبوا اللقب القاري، حيت معروفة الخضرة كتجيبو من اللي هي، وأي لقب كيجي في طيارة، معروفين كنجيبو الغالية من تما، باش نكونوا رجال باش نجيبوها، وكنت كنتمنى باش نكون معاكم. ولكن رغم الظروف ما كنتش، ولكن كنتمنى تكونوا رجال وتجيبوا اللقب القاري من تما. الله يسهل عليكم.